ام طوقه تتفضل. السيده ام طوقه تتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير يا شيخ. وحضرتك بخير يا فندم. لسه عندي ثلاث اسئله بس مش هتاخر يعني على حضرتك في الاسئله. ولا يهمك. اتفضلي. اول سؤال. اول سؤال، في حصل موقف في البيت ان انا اخدت فلوس من زوجي بالليل حطيتها في الدرج، تاني يوم الصبح ما لقيتهاش، ما لقيتش منها غير 200 جنيه ما كانوا مبلغ. بعدها بشويه قعدت اعيط وادعي ربنا، لان انا اللي كنت هبقى متهمه فيهم، لاني هدخل في حضرتك في السؤال الثاني يعني بعد ده. ان هو جوزي بيتهمني ان مثلا ممكن يكون حد جه خدهم او انا بقى اللي خدتهم. ان الشيخ قال له ده تلاقي مراتك اللي واخداهم وضحكت عليك. انا لقيتهم في نفس اللحظه ببوكي، بوكي انا ما بستعملوش يعني، بوكي ما بستعملوش خالص. طيب تمام. فين السؤال؟ فين السؤال؟ مين اللي ودى الفلوس في بوكك؟ ده السؤال؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، انا زوجي دايما بيشك فيا يعني بيفتكر ان انا بخونه دايما، مع ان ما فيش حاجه عليا من ده كله. هو انا ممكن يعني مش عارفه، ممكن يكون ربنا بيعاقبني بحاجات انا ما عملتهاش. انا الحمد لله والله العظيم يعني مطيع ربنا جدا، يمكن مش بصلي كتير، بس انا دايما كل حاجه عارفه الحلال والحرام، وبقلب نفسي وبحاول اربي ولادي على تربيه كويسه وصالحه. طيب يبقى تاني حاجة الشك. تالت حاجة. تالت حاجة ان انا معلش يعني انا من ده كله ضغوطات، انا عاوز بس حضرتك توجه له رسالة، لان انا هسمع الحلقة دي بعد ما يرجع. وفي نفس الوقت انا عاوزة ان انا اتعامل يعني انا بسبب المشاكل دي كلها. اقول لك تتعاملي معاه ازاي يعني لو كان على ولادي وبتعصب وبحس ان يعني ايه ربنا مش راضي عني بالمقاييس اللي هي كلها مشاكل عندي في حياتي بسبب الحاجات دي. دايما مربوط عليا من ناحيه ان انا بخونه او بعمل اي حاجه وانا مش بعمل اي حاجه وهو ما كتبش عليا اي حاجه. طيب انتوا متجوزين من كام سنه يا استاذه؟ من كام سنه يا ام توقه؟ متجوزين بقى لنا داخلين في 6 سنين. كم؟ 5 سنين. 5 سنين. 5 سنين. انا هجاوب على حضرتك يا ام توقه. اول حاجه الفلوس اللي راحت في البوك انا ما كنتش موجود، عشان اقول لك انا مش بمزح. يعني حكايه ان الفلوس تتحط في البوك بتاعك في احتمالات كتيره، لكن اكيد ملهاش دعوه بالجن، اكيد ملهاش دعوه بالعفاريت، اكيد ان اللي حطها في بوك حضرتك قد يكون في لحظه من اللحظات حصل اي شيء من الطرفين، من حضرتك او من زوجك، لاسباب كتيره ما نقدرش نحكم عليها. بس انا بقول لك اللي خد الفلوس وحطها في بوكك اكيد اكيد مش حد خارج البيت. انت زوجك، لو في طفل صغير ممكن يكون عمل كده، ممكن يحصل ده، بس ده ملوش دعوه بالجن وملوش دعوه بالعفاريت. دي اول حاجه. السؤال الثاني، مساله زوجك بيشك فيك على طول، ما تسمحلوش بالشك ده. يعني دايما نبهيه ان ده حرام، دايما نبهيه ان ده ما يصحش، دايما نبهيه ان ده ما يجوز شرعا، ولا تقبلي ده ابدا، ولا تحاولي تسيريه في ده. ما تحاوليش تسيريه في ده. احنا عندنا نموذج واضح، ما فعلته السيده عائشه كانت واضحه وقاطعه في ده. لا تحاولي ان تسيري احد يشك فيكي ولا في عرضك ابدا، لا تسيريه، لا تسمحي بهذا. جزء من حفظ العرض ان احنا نمنع الناس من هذا الشك. طيب لو كان زوجك الشك بتاعه شك مبالغ فيه، وانا اظن ان انت بقى عندك اثار من هذا الشك اللي هو ما يسمى بجلد الذات، فانت لازم توقفي عند ده وتمتنعي عن ده، تمتنعي عن جلدك لذاتك. انا ربنا بيعمل فيا كده ليه؟ اكيد انا شخص وحش. لو ده انت مشيتي فيه، انت كده بتاذي نفسك، ولا يجوز شرعا ان انت تعملي كده. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، انا حرام عليا. يعني انت حرام ان انت تعذبي نفسك وتحملي نفسك ما لا تطيقي، لا يجوز شرعا. يعني ما يجوزش شرعا ان انا اقول ايه، انا عهذب نفسي بطريقه تبوظ نفسيتي وتبوظ اعصابي، لا يجوز شرعا. طب ما انا اجرب ده. ولذلك احنا عندنا حتى في التربيه وفي التزكيه لازم يبقى في متخصص اسمه الشيخ المربي. ما ينفعش اروح انا اربي نفسي بطريقه تفسد نفسي. الناس بتعمل كده كتير، يروحوا يمشوا في الاوفر ثينكينج، في التفكير المفرط، فبعد كده اللي يحصل لهم اضطراب نفسي.
مش من حقك. فانت ما تفكريش تفكير معقد. ايه هو؟ فكري ببساطه، ربنا بيعمل كده عشان انا اثبت، ما اشكش في نفسي. ربنا بيعمل كده ليه؟ عشان اؤكد ذاتي. اؤكد ذاتي يعني ايه؟ انا اثق وانا واثقه بان الله سبحانه وتعالى يعلم حالي، وان انا مش هقبل اي حد يشككني في نفسي. انا مش عايز اسمع الصوت اللي سالني بهذه الطريقه، انا عايز اسمع صوت انا صابر ومحتسب ورافض. رافض ليه؟ رافض لاي حد يحاول ان ينال من عرضي او ينال من شرفي بشكل واضح. ليس معنى ذلك ان انت تكوني عنيفه، لكن معنى ذلك ان انت تكوني متمسكه بستر الله لك، متمسكه بما أزله الله عليك من ستر وما أزله عليك من نعمة الشرف والعفة. لازم تتمسكي بهذه النعمة بشكل واضح.